بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج وهذه الحلقات التي خصصناها للغة الإشارة، لهذه الفئة الراقية كما تحدثنا بالأمس، والتي تستخدم لغة الإشارة في التواصل بينها وتبحث من خلال ذلك في الأحكام الشرعية حتى تحدد موقعها في تعاملها مع المفردات التي يأمر الإسلام بضرورة أن يتقيد الإنسان فيها بالأحكام الشرعية. وبحول الله تعالى سنناقش مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقهم والتي سنستعرضها على الشاشة بإذن الله تعالى، وهم مجموعة من مختلف أنحاء العالم طرحوا أسئلة جيدة ورائعة ستمثل إفادة لهم وإفادة لنا جميعا وللإخوة المتابعين. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وهذه الحلقة كما أخبرتكم بالأمس لا تكون فيها اتصالات، إنما نقتصر فيها فقط على أسئلة الإخوة الأكارم. ومعنا أيضا في الأستوديو عبد الرحمن بن حمد الفارسي، والذي سيشرفنا إن شاء الله تعالى بعدد من الأسئلة، ويترجم لغة الإشارة صوتيا الأستاذ أيمن بن حبيب الفارسي، وأيضا سيترجم لغة الإشارة بطريقة الإشارة نفسها الأستاذ خالد بن زايد العامري. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي الإخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، طرحنا مجموعة من الأسئلة بالأمس وكانت أسئلة رائعة فعلا، مثلت فائدة كبيرة لنا جميعا. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى مع عبد الرحمن، والذي وقف عند سؤاله الأول، ندخل اليوم معه في سؤاله الثاني. تفضل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أطرح سؤالي، لدي رسالة باسمي وباسم جميع إخواني الصم في عمان. نحن نشعر بالفخر والامتنان لهذا البرنامج ولعلمائنا الأجلاء على إتاحتهم الفرصة لنا، حيث نشعر بأن لنا قيمة في بلدنا وعند علمائنا، فشكرا لكم على هذه الإضافة. الله يبارك لكم. سؤالي هو السؤال الثاني الذي ورد إلينا من ألمانيا، حيث أن بعض الإخوة الصم من ألمانيا أرسلوا إلينا يسألون مجموعة من الأسئلة، انتقينا منها سؤالين. هذا أحد الشباب الصم في ألمانيا تعرف على فتاة وتعلق بها قلبه، إلا أنها ليست على الإسلام، ودعاها مرارا إلى الإسلام إلا أنها رفضت رفضا قاطعا وبقيت على دينها، وهو يسعى جاهدا لإقناعها بالإسلام ثم يتزوج منها إن تيسر له ذلك. فالآن هي رافضة الإسلام، وهو يتجاذبه التردد بين عقله الذي يمنعه من الزواج من غير المسلمة وقلبه الذي تعلق بها، فما نصيحتكم له وما حكم الزواج بغير المسلمة؟ ما شاء الله. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، ففي حقيقة الأمر نحن الذين نزجي الشكر للإخوة الأكارم عبد الرحمن وإخوته الذين أكرمونا بهذه الأسئلة وبهذا التواصل وبتواصلهم مع إخوانهم في مختلف أقطار العالم من المسلمين الذين يتحدثون لغة الإشارة، لنتعرف على همومهم وعلى مشكلاتهم، وعسى أن يكون في هذا ما يفتح الأذهان لعموم الدعاة والخطباء والوعاظ والعلماء ليعتنوا بقضايا المسلمين الصم الذين يواجهون ما يواجهون بسبب ما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به من فقدان السمع وعدم القدرة على النطق باللسان،
وعوضهم ما عوضهم من مواهب، منها إتقانهم للغة، لغة الإشارة، ومنها سعيهم قدر استطاعتهم إلى إتيان أحكام هذا الدين وإلى نشر دين الله تبارك وتعالى، كما رأينا في أسئلة الأمس، وكما نظن أننا سنسمع منهم اليوم بمشيئة الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد في موازين حسناتنا جميعا، إنه تعالى سميع مجيب. أما الجواب عن سؤالي، ففي مسألة زواج المسلم بالكتابية حرج كبير، ونعم ورد في كتاب الله عز وجل إباحة الزواج من الكتابيات، فالله تبارك وتعالى يقول: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمقصود بهن العفيفات الذميات، أي اللاتي يكن في تحت حكم المسلمين وسيادتهم وسلطانهم، فإذا كن عفيفات وكن فعلا من أهل الكتاب يؤمن بالكتاب ويتبعن تعاليم دينهن من نصرانية أو يهودية، وكن في ذمة المسلمين، فالولاية والحكم والسلطان للمسلمين، فلا مانع من الزواج بهن تحت هذه الشروط. لكن في هذه القيود تجعل من هذه الإباحة عسيرة التطبيق. فإذا نظرنا اليوم في حال أهل الكتاب، هل هم فعلا يتبعون ما أنزل عليهم في كتبهم، أو أن الإلحاد والكفر والرذائل فشت فيهم وطمست معالم الكتب التي أنزلت عليهم وهدايات الرسل الذين يؤمنون بهم؟ وهذه قضية بالغة الأهمية. فقد فشى فيهم الإلحاد، وانطمست فطرهم، وانطمست معالم دينهم وملالهم، وأصبحوا يبيحون ما لا تقره شرائع رب العالمين من زواج الشاذين، ومن يعني كل الرذائل تخضع للتصويت فقط، ضاربين بما في كتبهم السماوية عرض الحائط. نعم، هو مواطن في نفس الدولة التي هي فيها مواطنة. الآن لنرجع إلى مسألته أخينا في ألمانيا، فهي بالنظر إليه ليست بحربية، لكن عليه أن يتثبت هل هي ذمية، هل هي ممن يؤمن بالكتاب ويأتي تعاليم كتابها، تمارس شيئا من شعائر دينها، وتحافظ على أخلاق الدين، تحافظ على الوصايا العشر. وليتذكر بأن هذه المرأة إذا صارت امرأة له، زوجة له، فإنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر، وإذا كتب الله تبارك وتعالى لهما الولد فإنها ستتولى رعايته، هي تذهب إلى الكنيسة وقد تأخذ ولدها معها إلى الكنيسة، ولا يستطيع منعها لأنها في دولة يسودها قانون مدني. إن لم يكن حال المرأة غالبا على حال المرأة، على حال الرجل فيها، في هذه القضايا المتعلقة بالتربية والأمومة، فإنهما متساويان على أقل تقدير، ولا يستطيع أن يمنعها من ذلك، فسينشأ أولاده من بعد في هذا المحضن. فهذه القضايا لا بد أن يتذكرها لأجل توجيه قلبه، لأنه يبدو فيما يتعلق بالجانب العقلي هناك قناعة، فقه يمنعه من الإقبال، لكنه متعلق بعاطفته نحوها، فليتذكر كيف ستكون حالتها معه، وحاله، وكيف سيكون حاله معها، ثم في تعاملها مع الرجال، في اتخاذ الأخدان الأصدقاء، في التكشف أمامهم، في التعامل معهم بلا أخلاق ولا حياء، مما هي من أحكام ديننا الحنيف. يعني نحن الآن نصور له أن لم تزوجها، لو توسع وقال بأنها كتابية فعلا وأنها تمارس دينها، ونحن وإياها مواطنون، فهي ليست بحربية وتزوجها، ليتصور الآن كيف ستكون حياته معها. كل هذه لا يستطيع أن يمنعها منها،
وكذا الحال فيما يتعلق بعدم تمكنه أيضا مما يشترطه فقهاؤنا من إلزامها بالطهارة والتزام أحكام الإسلام فيما يتعلق بجانب الطهارة والجماع وغير ذلك. فالمسألة في جانبها العملي التطبيقي ليست مسألة سهلة يسيرة، ولا تقاس على حالات يوجد فيها الذميون في بلاد الإسلام، وتجد أن كثيرا من عاداتهم وأن أعرافهم متأثرة بما عند المسلمين من أخلاق وأعراف وعادات، وأن الغلبة والهيمنة والحكم للمسلمين إذا حصل تنازع على الولد من بعد، إذا حصل طلاق، كل هذه القضايا في ظني أنه بإذن الله تبارك وتعالى سينفر عنها إلا إذا قبلت الإسلام. فليجتهد قدر المستطاع في إقناعها بالإسلام، أو فليبحث عن امرأة مسلمة تقية تعينه على دينه، تثبته، تذكره بالله تبارك وتعالى، وينشئ معها أسرة مسلمة صالحة بإذن الله تبارك وتعالى تقر بها أعينهم، والله تعالى أعلم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن تكون هذه النصيحة مفيدة له، تعالج القضية القلبية والعاطفية. طيب، بعد هذا السؤال ننتقل إلى أخينا محمد بن عثمان طيل من أمريكا، وله سؤال أيضا نستعرضه على الشاشة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد من الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي عن موضوع في القرآن الكريم، فنحن معاشر المسلمين نعتقد بوحدانية الله تعالى، وأنه هو الخالق الأوحد لهذا الكون وما فيه، ولكن في مجتمعاتنا معاشر المتحدثين بلغة الإشارة ترتفع الفروقات بيننا، فنخالط بعض الإخوة من الصم الذين هم على غير الإسلام من النصارى وغيرهم، وكثير منهم يعتقد بألوهية المسيح عيسى عليه السلام وأمه، مستدلين بأدلة كثيرة ونحن نتناقش فيها، لكن مما يحتجون به علينا أنه يوجد في القرآن الكريم بعض الألفاظ التي تعزز موقفهم بأن الله سبحانه وتعالى يشاركه في الألوهية السيد عيسى عليه السلام وأمه، من نحو قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وقوله تعالى إنا خلقنا، فيسأل عن هذه الضمائر التي تدل على الجمع، هل فيها دلالة على أن للكون أكثر من خالق؟ نقول لأخينا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا محمد وسدد خطاكم ووفقكم إلى الخير وجعلكم دعاة إلى هذا الدين الحنيف ومكن لكم الحجة والبرهان. آمين يا رب. أما المسألة التي ذكرتها فالجواب عنها بسيط، وهي أن هذه الصيغة في اللغة العربية، صيغة الجمع التي يتكلم بها المفرد، تسمى جمع التعظيم. وهي في حق الله تبارك وتعالى تسمى جمع التعظيم والإجلال، وهذا موجود في اللغة العربية مستعمل، فإن من كان عالي الشأن وكان ذا منزلة رفيعة وأراد أن يصدر أمرا ذا أهمية فإنه يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع، بضمائر الجمع. هذا الجمع يسمى جمع تعظيم، يسمى جمع إجلال، وهو موجود في كثير من اللغات غير العربية، موجود في كثير من اللغات السامية الشرقية ومنها العبرية، كما أنه موجود في اللغات اللاتينية، فأنا على يقين أنه موجود في الإنجليزية وموجود في الألمانية وجذورها لاتينية، موجود يسمى في اللغة الإنجليزية أيضا، يسمى جمع العظمة، يسمى ماجستيك بلورال، جمع الإجلال. ولذلك فإن على سبيل المثال ملوك المملكة المتحدة عبر تاريخهم حينما يصدرون مرسوما أو قرارا فإنهم يقولون وي إدوارد ذا كينج أوف إنجلاند، نحن إدوارد ملك المملكة المتحدة، ويستطردون في الحديث، هذه الوثائق موجودة وهو يتحدث عن نفسه،
والضمائر كل الضمائر التي سواء كانت ضمائر رفع أو ضمائر نصب التي يستعملها في هذا المرسوم في هذا القرار الملكي كلها بصيغة الجمع مع أنه واحد. فإذا هذا موجود في سائر اللغات فلا حجة فيه للقول بأن الإله متعدد. وأضيف معلومة، طالما أنهم يعني في سياق الحجاج، ذكرها أيضا يعني بعض الباحثين، وهي يعني بفحصي البسيط مضطردة. أنه متى ما ورد في القرآن الكريم استعمال صيغة جمع التعظيم هذه، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يأتي في السياق فيما بعد بصيغة الإفراد. لا يأتي يعني لا تأتي هكذا دون العودة إلى التذكير بوحدانيته جل وعلا بصيغة الإفراد. هذا إن لم تكن متقدمة فإنها تأتي متأخرة. هذا أيضا مضطر في نفس السياق، في نفس السياق الذي يرد فيه استعمال صيغ الجمع، جمع التعظيم يعني الحديث عن الله تبارك وتعالى، فإنه يأتي من بعد صيغة الإفراد في نفس السورة، والله تعالى أعلم. جميل. نظرا لكثرة الأسئلة لا نستطيع المناورة بالمناقشات، نأتي إلى سؤال آخر من مملكة البحرين، وأخونا محسن بن علي العرب أيضا لديه سؤال عن طريق الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنئتم بشهر رمضان المبارك، وأهنئ جميع المسلمين بهذا الشهر الفضيل. فضيلة الشيخ، أبعث إليكم التحية خصوصا من هنا من مملكة البحرين. أسأل عن حكم إنشاء السفر في شهر رمضان إلى بعض بلدان العالم كالصين مثلا، وقضاء مدة أسبوع أو أكثر من ذلك، والفطر هناك، فأسأل عن تعمد إنشاء السفر لأجل الفطر هنالك وعدم الصيام خلال شهر رمضان ثم القضاء بعد شهر رمضان، فهل يجوز تعمد إنشاء السفر والحال كما وصف، لا لشيء فقط إلا لأجل السياحة؟ جميل. نعم، نقول أيضا وعليكم السلام، بارك الله فيك أخي محسن، وحياكم الله وحيا الإخوة جميعا في مملكة البحرين، وفقكم الله لكل خير، وبلغنا وإياكم تمام هذا الشهر وتسلمه منا متقبلا، إنه تعالى سميع مجيب. آمين. أما سؤاله فهو محل خلاف فقهي، وحتى لا نطيل فإن هذا الفعل مما لا ينبغي، وحذر منه أهل العلم جميعا من مختلف المذاهب الإسلامية، لأنه يشبه الاحتيال على الفريضة. فهو بهذا القصد يأثم أن يسعى إلى أن يحتال على أداء فريضة من الفرائض بما أودعه الله تبارك وتعالى فيها من إباحات ورخص، لكنه بقصد الاحتيال على العبادة والتخلص منها أو التخفف منها، فإنه بهذا القصد يعرض نفسه للإثم والحرج في دين الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي. لكن هو ذكر في السؤال في آخر سؤاله قال أنه للسياحة وليتخفف من رمضان. الآن السياحة في ذاتها مشروعة لا إشكال فيها، فهنا قصد، فحتى لا نسيء الظن به نقول إذا خالط هذا الذي يحدث سفرا، ينشئ سفرا متعمدا لأجل أن يلوذ فرارا عن الصيام، فعليه أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يستغفر الله تعالى من هذه النية ومن هذا القصد. أما من حيث الحكم الشرعي فسواء كان سفره لطاعة أو كان سفره لمعصية، فإن الأحكام الشرعية لا ترتفع، لأن الله تبارك وتعالى بين أحكام السفر فيما يتعلق بالصيام، قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا حكم لم يفصل فيه بين سفر وسفر. ولكن ثم إنه سيصوم، عليه أن يقضي هذه الأيام التي يفطر فيها في سفره، فالقضية إنما منشأها من هذا القصد، قصد الاحتيال، لكن الواجب سيلزمه إما أداء وإما قضاء، فلا ينبغي له يعني أن يستصحب مثل هذه النية إن طرأ له سفر أو كانت ظروفه لا تسمح له بالسفر حتى ولو كان للسياحة إلا في رمضان، فلا يمكن أن يمنع من هذا. وإذا تيسر له أن يصوم فحسن، إن لم يتيسر فالرخصة موجودة، والله تعالى يتولى السرائر، والله تعالى أعلم. علة الفطر في السفر يعني هي مرتبطة بالمشقة، هي المشقة عن السفر؟ السفر
الأصل فيها أنها السفر، نعم، ولكن من تتبع ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، فإن يعني كان سافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فمنا المفطر ومنا الصائم، نعم، لكن في أغلب الأحوال إذا وجدت مشقة فالأولى في حق المسافر الفطر، نعم، إذا ارتفعت المشقة فالأولى سهل عليه أن يصوم فالأولى في حقه الصيام إذا ارتفعت المشقة، لم تكن في سفره مشقة، هذه مسألة أخرى. المسألة هنا هل سفر المعصية، وهنا قلنا بما خالطه من الاحتيال على أو الالتفاف على العبادة، فتكون الأجواء هنا على سبيل المثال يعني نوعا ما فيها قدر من الشدة، بينما الأجواء هناك باردة فيريد أن يتخلص ولا يريد أن يصوم الآن. هذا القصد هو مبعث الحرج وما يمكن أن يدخل المرء فيه من المكلف فيه نفسه من تأثيم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتوب من هذا الفعل. أما أحكام السفر فلا يمكن أن نقول بارتفاعها عنه، والله تعالى أعلم. جميل. إذن ننتقل إلى سائل آخر من المملكة العربية السعودية، وأيضا أخونا محمد بن حسين الخالدي، وعنده 3 أسئلة. تفضل أخ محمد. السلام عليكم أيها المشايخ الكرام، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. سؤالي الأول عن شخص لم يحظى بفرصة للتعليم ولم يتعلم حتى فاتحة الكتاب وظل يصلي سنين على هذا الحال، فما حكم صلاته بهذه الكيفية بدون الفاتحة؟ وسؤالي الثاني أسأل عن المرضع الصائمة، إذا أجهدها الرضاع وأحست أثناء رضاعها لطفلها بدوار، فهل لها أن تفطر وماذا عليها إذا أفطرت؟ سؤالي الثالث فضيلة الشيخ، أسأل عن المصلي خلف الإمام، إذا كان الإمام يطيل في قراءة السورة كما هو الحال في قيام رمضان، فالأصم لأنه لا يسمع هذه القراءة سرعان ما يسرح في صلاته، فهل له أن يشتغل بشيء من الذكر أو قراءة القرآن لنفسه أثناء قراءة الإمام للسورة؟ نعم. السؤال الأول سؤال المرضع. ماذا كان السؤال الأول؟ عن المرضع. أو نبدأ بالسؤال الأخير ثم نرجع إلى السؤال طيب الأول؟ طيب فليكن. طيب أولا حياك الله، بارك الله فيك أخانا محمد، وعليكم السلام ورحمة الله، وفقكم الله لكل خير وجمعنا وإياكم على طاعته وتقبل منا ومنكم. المرضع إذا أفطرت مراعاة لطفلها لوليدها الذي ترضعه وحفظا لصحتها وصحة مولودها فحكمها حكم المريض، لا شيء عليها إلا أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها، فيباح لها الفطر ولا يلزمها أكثر من قضاء الأيام التي أفطرت فيها. لا دليل على لزوم الكفارة أو الفدية عليها مع القضاء، فإن يعني هذه الحالة وإن قال بها جمع من أهل العلم لكن الصحيح أنه لا دليل عليها، فكل ما يلزمها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. والسؤال الآخر الذي كان حول إطالة الإمام في القراءة بعد الفاتحة مما يدعو المصلي إذا كان من فئة الصم إلى الاشتغال، لأنه لا يسمع هذه التلاوة فتتوارد عليه الخواطر، له أن يشتغل بذكر ربه بقلبه، يعني ليكيف ذكر الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وما يستحضره من معاني إجلال الله وإجلال مقام الصلاة بقلبه، وبإذن الله تعالى لا حرج عليه، ذلك مما يؤجر عليه بدل أن تتناوشه الخواطر والوساوس وتبعده عن الصلاة، فليشتغل بتعظيم الله عز وجل وذكره بقلبه فلا حرج عليه في هذا الشأن. المسألة الأولى
كانت عن الصلاة، لم يتعلم الفاتحة فترة طويلة من الزمن، هو من فئة الصم. نعم، وكان يصلي من دونها، من دون الفاتحة. نعم، هو نظرا إلى أن إتيانهم بالفاتحة إنما هو بالتكييف القلبي وبتلاوتها بما يتيسر لهم من سبل ووسائل، ففي هذه الحالة قد نقول بأن له عذرا فيما مضى. نعم. إذ لم يجد المعلم، ونحن نعرف أنهم حتى حينما يتعلمونها فإنهم عرضة للنسيان، ولا بد من التعهد باستمرار بالطريقة التي يؤدون بها الفاتحة. أما إذا كان ذلك من باب التهاون فالأولى في حقه أن يقضي الفرائض التي صلاها دون إتيانه بالفاتحة بالطريقة التي كان يأتي بها، فإذا لأنهم يتفاوتون أيضا في ملكاتهم، فإذا كان يعني ذلك الذي وقع له إنما بسبب التهاون وعدم الجد في التعلم، فالأولى في حقه في هذه الحالة أن يقضي الفرائض التي فاتته وهو في ذلك الوقت لم يكن يأتي بالفاتحة، لأن الصلاة بدونها ناقصة، كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. نعم، والله تعالى أعلم. جميل. قبل أن ننتقل إلى أخينا من الأردن جعفر سلامة، نريد أن نلتفت إلى عبد الرحمن ونريده أيضا أن يشارك، لأننا يعني تركناه طويلا في الانتظار. تفضل عبد الرحمن. يسأل عمن انتشر من بعض الفتاوى أن الشباب والفتيات يمكن أن يتواصلوا فيما بعضهم خصوصا مع علم الوالدين وتنشأ علاقة بينهم قبل الزواج، وهذا من شأنه ييسر زواجهم فيما بعد، فيسأل عبد الرحمن عن هذا التواصل بين الفتيان والفتيات قبل البلوغ وحتى لمن هم أكبر سنا، فيسأل عن حكم هذا التواصل وضوابطه. نعم، واضح الجواب. هذه ما يعرف بالصداقات بين الفتيان والفتيات الأجانب محرم في شرع الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل في كتابه الكريم لم ينهى عن الفواحش، عن إتيان الفواحش فحسب، وإنما نهى عن قربانها، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا، فالنهي يشمل مجرد الاقتراب، كل وسيلة أو كل سبب يمكن أن يوصل إلى هذه الغاية فإنه ممنوع شرعا. ثم إن الله تبارك وتعالى لما تحدث عن عادات أهل الجاهلية ذكر نوعين من العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، ذكرها في حق الرجال وذكرها في حق النساء. قال في حق الرجال غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نعم. والسفاح هو الزنا. نعم. وأما متخذي الأخدان فالمقصود به أن يتخذوا خليلات. نعم. ثم لما تحدث أيضا عن النساء فذكر العفة، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فاشترط أن يكن عفيفات بعيدات عن السفاح وألا يتخذن من يخاللن. فهذه من عادات أهل الجاهلية. لما نأتي إلى ما في كتاب الله عز وجل من أحكام شرعية تخص الرجال والنساء، نجد أن الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله كان بما تعملون بصيرا. الآن كيف يتأتى للمؤمن أن يغض بصره، لهذا الشاب أن يغض بصره ويحفظ فرجه وهو يصادق فتاة معها في ذهابهما ومجيئهما في خلواتهما في سرهما في علنهما ولو كان ذلك بحضور من حضر؟ ثم قال في حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآن المرأة أيضا مطلوب منها أن تغض بصرها وأن تحفظ فرجها وأن لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها عند أهل العلم الوجه والكفان. نعم. في المسألة سبعة أقوال ما شاء الله، كلها تدور حول الوجه والكفين، ليس هناك شيء آخر. نعم. لأن الله تبارك وتعالى قال بعدها في نفس الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الأحكام كيف يمكن التزامها وتطبيقها إذا كان الشاب والفتاة يسيران معا ويذهبان معا ويجيئان معا ويرتادان المقاهي والمحلات والأسواق والطرقات وهي في بيته وهو في بيتها، كيف يتأتى أن تحفظ هذه الأحكام؟ إذا فحصنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنجد أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، في رواية ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، ووردت هذه الرواية هذا الحديث بروايات عديدة وفي سياقات مختلفة. من هذه السياقات أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذن نجد أن أحكام الشرع وضحت هذه المسألة وبنت هذه العلاقة على أنهم أجانب من الرجال، فإن احتاج إلى الحديث معها فبقدر الحاجة مع التزام كل منهما بأحكام هذا الدين وأخلاقه. فالمرأة مأمورة أيضا إذا تحدثت إلى الرجال حتى في حديثها، إذا كان هذا التوجيه إلى نساء المؤمنين رضوان الله تعالى، إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فطريقة الحديث لا بد أن لا يكون فيها خضوع وخناء، ثم الحديث نفسه أن يكون من القول المعروف، أن يكون بقدر الحاجة مما فيه فائدة. فأما الحديث في تبادل الهموم والاهتمامات والآمال والمستقبل وغير ذلك فهذا ليس من القول المعروف بين شاب وفتاة وهما أجانب عن بعضهما. فهذه هي أحكام دين الله تبارك وتعالى في هذه القضية، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه فتنة ويجب الحذر منها، وقد حذر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من مجرد الاقتراب من بواعث الشهوات ومما يمكن أن يفضي إلى الوقوع في الفواحش والزنا والعياذ بالله. نعم. نلتفت الآن إلى أخينا جعفر بن أحمد بن سلامة من الأردن، تفضل أخ أحمد جعفر. السلام عليكم. عليكم. اسمي جعفر وهذه إشارتي عند الصم. لدي سؤال فضيلة الشيخ، أسأل عن إسقاط الزكاة بالدين، من كان قد أدان شخصا آخر فقير وبعد مرور الحول أراد أن يخرج زكاته، فحسب زكاة أمواله فوجدها تعادل تقريبا المبلغ الذي له عند هذا الفقير، فهل يمكن أن يسقط ما عليه من زكاة مقابل الذي له من دين، خصوصا أن في هذا تيسير على هذا الفقير؟ نعم. هذه المسألة، أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ جعفر، بارك الله فيك ووفقك وسددك وتقبل منا ومنكم وجمعنا على طاعته إنه سميع مجيب. آمين يا رب. أما الجواب عن المسألة فالمسألة لا تخلو من خلاف فقهي، لكن القول الراجح هو أن إسقاط الدين لا يجزئ عن الزكاة. فإذا كان للمزكي، إذا كان له دين على فقير مستحق للزكاة
فإن إبراءه من الدين لا يكون مجزيا له عن أداء الزكاة على القول الصحيح المختار. ذلك لأن الأصل في الزكاة أولا النية، فهو عند أدائها لابد أن ينوي بها الزكاة. نعم. وثانيا الزكاة لا ينتفع منها المزكي، فإنه يؤدي هذا الحق إلى الأصناف المستحقة، أما أن يستفيد هو منها من زكاة نفسه فهذا من الوجوه التي تمنع هذه الصورة. إذن يعني هذا القول يستند إلى هذه الأدلة مع وجود خلاف كما تقدم، لكن القول بجواز الإسقاط أو الإبراء في مقابل حق الزكاة التي الواجب عليه لهذا الفقير قول مرجوح، والقول الراجح هو أنه أن ذلك لا يجزئه، وإنما يمكن له أن يؤدي إليه زكاته أو أن يخبره بأن لك زكاة ولا يخبره أنها من عنده. نعم. هل تقبل أن تسدد بها ما علي ما عليك لي؟ فإذا قبل كأنه وكله. نعم. هذا نوع من المخرج. نعم. لكن عليه أيضا أن يكون حذرا بحيث أن الاختيار يكون لمستحق الزكاة. نعم. قد يكون بحاجة إلى مطعم أو ملبس. نعم. أو ما هو أولى له ولعياله، وقد يكون عليه مغارم أشد من هذا المغرم الذي عليه لهذا، لأن الآخر لحوح ويمكن أن يدفع به إلى مضائق، فهو بحاجة إلى أداء ذلك الدين، ويعلم أن هذا الدين الذي عليه لهذا المزكي فيه قدر من التيسير والسعة والأجل والإنساء، فيؤجل هذا ويؤدي الذي يمكن أن يدخله في مضائق. نعم. فإذا حتى على هذا لابد أن يتعامل بحذر، وأن تكون المراعاة للفقير لمصلحة المستحق للزكاة لا للمزكي نفسه، والله تعالى أعلم. من التواصل بقي معنا سؤال آخر من أخونا خالد بن علي العلوي. نعم. ليتفضل خالد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا من ولاية صور، نرى في شهر رمضان أن الهمم عالية في بداية الشهر، لكن في العشر الأواخر من رمضان خصوصا نرى أن الهمم تبدأ تفتر بالتدريج، والمساجد تبدأ تفرغ من المصلين والعباد، فما سبب هذا الفتور الذي يتكرر في كل عام، وكيف يمكن علاجه، خصوصا أن هذه ظاهرة عامة نراها في كثير من المساجد أو في أغلبها؟ نريد منكم جوابا لعلاج هذه الظاهرة، بحيث الإنسان يحافظ على مستوى همته وحماسته في العبادة ولا يؤثر عليها شيئا آخر من التسوق والتجوال خلال هذا الشهر الفضيل. طيب فضيلة الشيخ، يعني هذا السؤال لا شك أنه يمثل جزءا من اهتمامكم، والحديث فيه خطابي أكثر من الحديث في الأحكام، فبقيت. نعم. معنا 4 دقائق. نعم. تعطيه دقيقتين ونعطي عبد الرحمن دقيقتين. طيب إن شاء الله تعالى. طيب. يعني أولا نشكر له ملاحظته. نعم. ونقول بارك الله فيه. أما كيف تعالج هذه المسألة، فتعالج بغرس العقيدة. نعم. ذلك أن المسلم إذا تذكر إيمانه بالله تبارك وتعالى وافتقاره إليه سعى إلى اغتنام المواسم التي يضاعف الله عز وجل فيها الأجور، والتي يهب فيها عباده سوانح للتوبة والإقبال عليه. نعم. فبهذه الرغبة التي توجد في قلب المسلم لاغتنام هذه المواسم العظيمة الجليلة فإنه يحافظ على عبادته. إذن العلاج الأول يبدأ من غرس العقيدة الصحيحة في تعظيم رمضان، تعظيم شهر القرآن، تعظيم المولى الكريم جل وعلا، لأن ذلك هو الذي يدفعه إلى المحافظة والمداومة والإقبال. كذلك لا بد من التذكير والترغيب بين الفترة والأخرى، ف
فعلى الوالد أن يذكر أولاده، وعلى الأخ أن يذكر إخوانه، وعلى الصديق أن يذكر أصدقائه وأن يحثهم وأن يرغبهم. ولأننا مجتمع مسلم لا بد أن يسوده التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وفي هذا الترغيب لا بد من بيان أن أيام هذا الشهر ولياليه كلها مباركة تضاعف فيها الأجور، وكل هذه الأيام وأن كل هذه الأيام أودع الله عز وجل فيها من اللطائف التي يحتاج إليها المسلم ما لا مزيد عليه، فهي عتق من النيران في هذه الأيام، تحري لليلة القدر إلى آخر يوم. أقوال العلماء في ليلة القدر أكثر من العشر الأخيرة من ليلة العشر ليالي الأخيرة، أقوال العلماء فيها أكثر، تبلغ 15 قولا ما شاء الله في ليلة القدر، فلا بد يعني أو تزيد حتى. فإذا على المسلم أن يغتنم، ثم إن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم على المسلم، أن هذه بعض وسائل العلاج. كذلك إذا كان السبب في السآمة والفتور هو الاندفاع بقوة في الأيام الأولى، فلا بد من البيان أن يعني القليل الذي يداوم عليه المسلم خير من الكثير الذي ينقطع. هذه كلها من العوامل التي تعين على المداومة والمحافظة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. عبد الرحمن يبقى لك السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، لنا إخوان في الأرض المقدسة في غزة وفلسطين، كنا على تواصل معهم لكن الله تعالى أكرمهم بالشهادة خلال هذه الحرب الدائرة، مؤخرا حرب طوفان الأقصى. ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى استشهاد الصم هنالك أنهم لا يسمعون التحذيرات كغيرهم من الناس، ففرصة إصابتهم وفرصة استشهادهم قد تكون مرتفعة أكثر من غيرهم لهذا السبب، لأنهم لا يسمعون ولا يستجيبون للتحذيرات من قبل العدو. فنطلب منكم الدعاء لهم. أولا هذه المعلومة التي ذكرها أخونا عبد الرحمن تؤكد الإجرام المتوحش من قبل هذا العدو الصهيوني الغاشم، فإنهم لا يراعون مريضا ولا ذا حاجة. وقد رأينا انتشر في وسائل الإعلام أن مسنا وكان من يعني الصم وقتلوه داخل منزله بدم بارد والعياذ بالله، فهم لا يبالون. فمثل هذه الأحوال لا بد أيضا أن تظهر للعالم، لا بد أن يتعرف عليها العالم ليتعرف على حقيقة هذا العدو المجرم وعلى قدر طغيانه وعدوانه على إخواننا المستضعفين هناك. ولا شك أننا ندعو لإخواننا المستضعفين بأن يلطف الله تبارك وتعالى بهم، وأن يمن عليهم برحماته، وأن يؤيدهم بنصره وتأييده، وأن يمكن لهم، وأن يدحر عدوهم، وأن يكتب لهم النصر والتمكين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وهو ربنا جل وعلا على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة والتي استمتعنا فيها بعدد كبير من الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق إخوتنا من الذين يتحدثون بلغة الإشارة. أعزائنا، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، ولأخينا عبد الرحمن الذي شرفنا بمجموعة من الأسئلة، عبد الرحمن بن حمد الفارسي، وللأستاذ أيمن بن حبيب الفارسي الذي ترجم لغة الإشارة بالصوت، وللأستاذ خالد بن زايد العامري والذي أيضا ترجم لغة الإشارة إلى فئة الصم. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في حلقات أخرى. شكرا لكم أعزائنا أيضا على متابعتكم. نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.